أولا، الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني هي استمرار لمسلسل جرائمه التي تجاوزت كل الخطوط الحمر، وهي نعم دليل أن القانون الدولي لم يعد صالحا ولم يكن يوما حاميا. إيران، أول إذا عدنا إلى الدليل، لماذا استهدفت إيران؟ أولا، إن إيران هي العدو المقلق لإسرائيل وأكبر عدو، وإيران هي طرف بهذه المعركة وليست وسيطا، والدليل على أن المقاومة آلمت إسرائيل بما وصلت إليه، وإيران هي مصدر دعم مطلق لهذه الحركات. نسمع بالشارع لماذا تحتفظ إيران أو بعض الدول التي تتعرض لهجمات غير متكافئة أو غير مناسبة أنها تحتفظ بحق الرد. أولا، الحروب لا تدار بالعقلية القبلية، الرد الموجع يقرره الظرف والقدرة واختيار الزمان والمكان. أفضل رد هو توحد المقاومة والالتفاف حول قرار الشعب وتبني القضية الفلسطينية ورفض إسرائيل العدو المطلق لهذه الشعوب. هل يتوقع عاقل أن إيران ستفتح حرب وتعطي نتنياهو ما يرغب؟ السؤال هنا، لماذا نتنياهو توجه لتوسعة الحرب؟ نتنياهو يريد الهروب من مأزقه الداخلي لحرب داخلية يجر إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يخفى على أحد أن هناك تقاطع كبير بالسياسة بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين إيران بسبب قطع الطريق على ترامب. يجمعهم هدف واحد، قطع الطريق على ترامب، يجمعهم عدم الرغبة بتوسع الحرب. هذه الوقائع تركت هامش من الخلاف بين الأمريكي والإسرائيلي. نعم، واشنطن تنفي صلتها بالهجوم، فيما يقول آخرون أن الإدارة الأمريكية على علم بالهجوم لكن دون معرفة الأهداف الحقيقية بالنسبة لتحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء دمشق. يعني هل حسب ما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لم تكن على علم، لكن إسرائيل جزء من أمريكا وأمريكا لن تتخلى عن إسرائيل. فليكن معلوما أن أمريكا لا تريد الانجرار إلى مواجهة، خاصة أنها على أبواب انتخابات هي الأصعب، وكما أسلفت أن تقاطعا في المصالح بين إيران وأمريكا بعدم توسعة الحرب. أما نتنياهو يريد الهروب من مأزق الحرب. نتنياهو لن يكون قادرا على فعل أي شيء سوى الاستمرار بالحرب. مواجهته داخل الحكومة، خلافه مع وزير الدفاع، خلافه مع المعارضة، ما ينتظره محاكمة قضائية والنتائج التي فرضتها المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة التي تقاوم منذ 6 أشهر ولا زالت قادرة على فرض شروطها. هذه من النقاط التي تضغط على نتنياهو وهو يحاول أن يوسع الحرب لخارج الكيان، مع أنه منذ 3 أشهر وما يزيد يهدد باجتياح رفح، ورفح هي أحد أجزاء غزة التي يغرق بوحولها كل يوم. نعم نعم دكتور محمد هزي، مكاتب وباحث سياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا على المداخلة. شكرا لك.